أقامت إحدى المؤسسات الاجتماعية مشروع جديد للشباب من الجنسين. يقدم المشروع دورات تدريبية معتمدة، يحصل المتدرب بعدها على عمل ودخل مجزي وتأمينات اجتماعية ووسيلة انتقال للمصانع التي يعمل بها. المعرض بيمثل كل الحرف اللي احنا بنقوم أنشطتنا بتقوم على أننا ندرب الأجيال الجديدة عليها. في بعض الحرف زي نجار العربي والخيامية وبعض الحرف زي الحلي، دي حاجات احنا شايفين انها بتندثر او يعني الايدي العاملة اللي موجودة فيها واللي بتحترفها قليلة، فاحنا بنحاول ان احنا نفرز جيل جديد من الحرفيين اللي احنا ندخهم في المجتمع تاني، يشتغلوا في ورش، يفتحوا ورش جديدة، بحيث ان الحاجات دي تستمر لانها من الحاجات اللي بتميزنا احنا كمصريين كعرب. يعني يقدم المشروع دورات تدريبية متخصصة في حرف النجارة والدهانات والخيامية والجلود بأحدث مناهج ووسائل التدريب. احنا هنا هدفنا ان احنا كمؤسسة تنموية ان احنا ننمي في منطقة الضرب الأحمر والمناطق المجاورة ليها، بما ان هي ديت أساس المنطقة والقاهرة التاريخية، فاحنا بنستهدف دلوقتي في المجالات التدريب الحرفي حلو ان احنا ننمي موضوع الايد العامله مع الناس. ليا اتعامل كتير قوي مع الاول من المشروع، وطبعا بيعملوا حرف يدويه كتير قوي زي شغل الخياميه، زي شغل الصدف، زي شغل الجلوز، حاجات كثيره جدا جدا بنستفاد منها وبتعود علينا بخير. انا متجوزه وقاعده في البيت، فحبيت ان انا اعمل حاجه تعود عليا في البيت وانا ما بشتغلش. ففي صحابي قالوا لي على المشروع، فجيت قدمت وبتدرب على خياميه، فهي حرفه بستخدمها في البيت، مش بتضيع وقتي اولا وبتدخل لي عائد. يعني تهدف هذه الدراسات الحفاظ على استمرارية العمل التنموي داخل محافظة القاهرة وتوفير فرص عمل للشباب تحت شعار مشروع إنتاجي حرفي في القاهرة التاريخية.